مرحبا بكم مرة أخرى. الآن سوف نتعلم قواعد جديدة لحل المشتقات. هذه القواعد هي قاعدة الضرب وقاعدة السلسلة لمعرفة مشتقات الاقترانات. هذه القواعد تستخدم لحل الكثير من المشتقات. دعونا نبدأ مع قاعدة السلسلة. دعونا نقول أن الاقتران f الـ x يساوي h الـ x ضرب g الـ x. هذه هي قاعدة الضرب، وفي قاعدة السلسلة f الـ x يساوي h الـ x ضرب g الـ x. أظنكم تتذكرون ذلك. في هذه الحالة f الـ x يساوي h الـ x ضرب g الـ x، وفي هذه الحالة مشتقة الاقتران f الـ x تساوي مشتقة الاقتران الأول مضروبة في الاقتران الثاني زائد الاقتران الأول مضروبا في مشتقة الاقتران الثاني. واضحة جدا. دعونا نطبق هذا. دعونا نقول سأغير هذا اللون إلى لون آخر. حسنا، سأستخدم اللون البنفسجي. دعونا نقول f الـ x يساوي 5x للقوة 5 ناقص 7x ضرب 20x تربيع ضرب 20x تربيع زائد 3x للقوة ناقص 7 3x للقوة ناقص 7. حسنا، بطريقة واحدة يمكننا حل هذه المعادلة. سيكون هذا سهلا. كأي اقتران متعدد الحدود، دعونا نستخدم قاعدة الضرب لحل هذه المعادلة. إذن قاعدة المشتقة تقول، دعوني أخذ المشتقة للجزء الأول من المعادلة لاستخدام هذه القاعدة. مشتقة هذه واضحة ومباشرة وتساوي 25x للقوة 4 ناقص 7x للقوة 6. حسناً، هذه المشتقة مضروبة في الجزء الثاني من المعادلة حسب قاعدة الضرب. سوف أكتب ذلك بلون مختلف. 20x للقوة 2 زائد 3x للقوة ناقص 7. بعد هذا يجب أن نضيف مشتقة هذا الاقتران الثاني. مشتقة الاقتران الثاني تساوي 40x زائد ناقص 21x للقوة ناقص 8، وهذا مضروب في الاقتران الأول. تحصل على هذه النقطة 5x للقوة 5 ناقص x للقوة 7. كل ما فعلته هنا هو تطبيق لقاعدة الضرب. إذا أردت أخذ المشتقة لهذا فإنها تساوي مشتقة الاقتران الأول ضرب الاقتران الثاني زائد مشتقة الاقتران الثاني ضرب الاقتران الأول. دعونا نأخذ أمثلة أكثر لتساعدك على الفهم. سوف أقوم بتغيير اللون. دعونا نفكر بهذا. دعوني أخذ مثالا آخر. سوف أخذ مثالا يستخدم قاعدة الضرب وقاعدة السلسلة. دعونا نقول أن الاقتران f الـ x يساوي 10x للقوة 3 10x للقوة 3 زائد 5x للقوة 2 ناقص 7 ضرب 20x للقوة 8 ناقص 7. الآن مشتقة الاقتران f الـ x تساوي مشتقة الاقتران الأول وتساوي 30x
تربيع زائد 10x ضرب الاقتران الثاني ويساوي 20x للقوة 8 ناقص 7 زائد مشتقة الاقتران الثاني، ومن المفترض أن يكون كل هذا على سطر واحد، وتساوي 160x للقوة 7، حيث أن مشتقة 7 تساوي 0. حسنا، كل هذا مضروبا بالاقتران الأول ويساوي 10x للقوة 3 زائد 5x تربيع ناقص 7. هذا واضح جدا. حسنا، يمكنك تبسيط هذه المعادلة حيث يمكنك ضرب هذين الجانبين، أو يمكنك توزيع هذا على المعادلة في محاولة للاختصار، ولكن هذا هو حقا علم الجبر فقط. هذه هي قاعدة الضرب. سنأخذ مثالا آخر لاستخدام قاعدة الضرب والسلسلة، وأعتقد أن هذه القاعدة سوف تعجبك. حسنا، سوف أستخدم موقعا آخر. حسنا، دعوني أقول أن y يساوي x تربيع x تربيع زائد 2x، وكل ذلك مرفوع للقوة 5 ضرب 3x للقوة ناقص 3 زائد x تربيع، وكل ذلك مرفوع للقوة ناقص 7. والآن أريد إيجاد معدل تغير y بالنسبة لـ x. إذن أريد إيجاد dy dx. هذا يشبه الاقتران f الـ x، وهذا يشبه مشتقة f الـ x. هذا هو مجرد تدوين لـ Leibniz Notation. حسناً، أولاً أريد اشتقاق هذا الجزء. اسمحوا لي أن أستخدم الألوان. إذن ما هي مشتقة هذا الجزء؟ حسناً، سوف نستخدم قاعدة السلسلة أولاً. دعونا نأخذ مشتقة الداخل أولاً، والتي تساوي 2x زائد 2. هذا ضرب مشتقة الخارج لتصبح هكذا: 2x زائد 2 ضرب 5 ضرب شيء ما مرفوع للقوة 4، وهذا الشيء هو x تربيع زائد 2x. هذا واضح، لقد اتخذنا المشتقة للتعبير الأول هنا، وقاعدة الضرب تقول: مشتقة التعبير الأول ضرب التعبير الثاني، والتعبير الثاني هو 3x للقوة سالب 3 زائد x تربيع مرفوع للقوة ناقص 7. حسناً، هذا كله زائد مشتقة التعبير الثاني ضرب التعبير الأول. هذه قاعدة السلسلة مرة أخرى. حسناً، ما هي مشتقة التعبير الثاني؟ سوف أكتب هذا باللون الأزرق، هذا اللون الأزرق الفاتح يدل على مشتقة هذا الجزء. حسناً، أولاً علينا أخذ مشتقة الداخل، وهي تساوي ناقص 9x للقوة ناقص 4 زائد 2x، والآن مشتقة الخارج لتصبح هكذا: ناقص 9x للقوة ناقص 4 زائد 2x ضرب ناقص 7 ضرب شيء ما مرفوع للقوة ناقص 8، وهذا الشيء هو 3x للقوة ناقص 3 زائد x تربيع كما في الجزء الأول من المعادلة. ثم نضرب كل هذا الشيء الذي هو مشتقة التعبير الثاني ضرب التعبير الأول.
الذي يساوي x تربيع زائد 2x مرفوع للقوة 5. حسنا، لقد انتهينا من تطبيق قاعدة الضرب الآن. قد تحتاج إلى تبسيط الآن. يمكنك أن تضرب هذه السالب 7 بهذا كله، لكن أعتقد أن هذا يعطيك فكرة. إذا أردت ضرب هذا الجزء بمشتقات متعدد الحدود يأخذك إلى الأبد، ولكن باستخدام قاعدة السلسلة حتى ولو انتهى معنا الحل إلى معقد جدا نحصل على الجواب الصحيح. الآن يمكن أن نقدر الميل لأي نقطة اقتران معقد. هذا التعبير معقد إلى حد ما، ولكن على الأقل يمكننا أن نفعل ذلك. أعتقد أنك ستجد قاعدة الضرب وقاعدة السلسلة من القواعد الأكثر فائدة في إيجاد المشتقات من التعبيرات الأخرى من متعدد الحدود. سوف نتعلم أيضا عن الاقترانات المثلثية والاقترانات اللوغاريتمية والأسية. في الواقع ربما سأفعل ذلك في العرض القادم، لذلك سوف أراك قريبا في التسجيل التالي.